السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي مع آخر فصل في قصة مغامرات في أعماق البحار لهذا الفصل الدراسي، وهو بعنوان عالم عجيب حقا. عرفنا في آخر الفصل السابق أن أسامة سمع صوت أخته أماني بعد طول البحث عنها، وكان مش مصدق اللي سمعه من شدة المفاجأة، وحمد ربنا على ذلك. وفي هذا الفصل سنعلم أين وجدها وماذا حدث بعد اللقاء من خلال سماع أحداث الفصل في هذا الفيديو. سمع عقلة الإصبع صوت أماني وهو لا يكاد يصدق أذنيه، ولكنها كانت تصرخ وتصيح كأنها تحارب عدوا كبيرا هائلا. وفي الحال أسرع عقلة الإصبع ناحية الصوت وهو يصيح قائلا: أماني، أين أنت يا أماني؟ أنا أخوك يا أماني. تعال يا عقلة الإصبع، أنا هنا محشورة تحت أنبوبة ضخمة سوداء، تعال ساعدني كي أخرج. ولكن احترس، إن هذه الأنبوبة الضخمة تتحرك ببطء. أنت شجاع حقا، ولكن احترس، إن الحرص واجب دائما. قال عقلة الإصبع: إذا كنت شجاعا فأنا لست متهورا، وأنا أفكر بعقلي قبل أن أتصرف. وبينما كان عقلة الإصبع يتكلم، كان في الوقت نفسه يدور حول المكان الذي فيه أماني ليعرف أحسن طريقة لإنقاذها، ثم تصرف بحذر وساعدها على الخروج من تحت الأنبوبة الضخمة فشكرته. وسلم كل منهما على الآخر وهما في غاية الفرح والسرور، وقال في صوت واحد: الحمد لله، الحمد لك يا رب. ثم حكى عقلة الإصبع لأخته كل ما رآه، ووصف لها المستعمرات المرجانية الجميلة الملونة، وحدثها عما فعله الحوت والأخطبوط والسمك أبو سيف والسمك أبو منشار والسمكة الكبيرة التي ركب على ظهرها مدة طويلة، وأخيرا قال: ولكن أهم شيء أني وجدتك أخيرا، فالحمد لله على سلامتك يا أختي العزيزة. فشكرته أماني وحكت له كيف أن الأمواج قد قذفت بها إلى مكان بعيد، وكيف وجدت نفسها تغوص في بحر عميق شديد العمق، وكلما غاصت في أعماق هذا البحر زادت برودة الماء ونقص الضوء حتى لم يبقى إلا نور أزرق ضعيف تظهر فيه الأسماك كأنها أشباح غير واضحة. ولما غاصت أماني في أعماق البحر أكثر وأكثر اختفى الضوء كله وساد الظلام التام. حكت أماني لأخيها عقلة الإصبع كيف رأت في الأعماق المظلمة أشكالا وألوانا من الأسماك الغريبة المضيئة التي ترسل أنوارا عجيبة مختلفة الألوان، وكان مما قالته: رأيت سمكة ترسل أمامها ضوءا كشافا ينير لها الطريق، ورأيت سمكة في رأسها ضوء أحمر وفي ذيلها نور أزرق، ورأيت سمكة يخرج النور من جسمها كله، ورأيت أسماكا أخرى ترسل أنوارا حمراء وخضراء وصفراء وبنفسجية، وأسماكا تستطيع أن تطفئ أنوارها عندما تشاء وتشعلها عندما تريد. هذا عالم عجيب حقا يا عقلة الإصبع. قال عقلة الإصبع: نعم يا أماني، سبحان الخلاق العظيم. اتفق عقلة الإصبع وأخته على أن يصعد إلى سطح الماء ليعرف حكاية الأنابيب السوداء الضخمة والغواصين الذين نزلوا وراءها في قاع البحر. وعند سطح الماء رأى عقلة الإصبع وأخته منظرا عجبا، رأى جزيرة في وسط الماء مصنوعة من الحديد، في وسطها برج حديدي عال، حوله حجرات وأجهزة مختلفة وناس يعملون بهمة ونشاط. وفي مكان من هذه الجزيرة الحديدية مطار صغير فيه طائرة هليكوبتر، وإلى جوار هذه الجزيرة الحديدية ترسو سفينة كبيرة وبعض المراكب الصغيرة. ورأى عقلة الإصبع وأخته أحد الغواصين يتحدث مع رجل من سكان هذه الجزيرة. كان الغواص يتحدث مع الرجل عن الأنابيب التي نزلت في قاع البحر منذ قليل،
وعرف عقلة الإصبع وأخته من خلال هذا الحديث أن هذه الأنابيب سوف تستخدم في نقل البترول من الجزيرة الحديدية إلى خزاناته على الشاطئ. كما عرف أن هذه الجزيرة الحديدية مبنية فوق بئر كبير من آبار البترول الذي يستخرج من قاع البحر. التفت عقلة الإصبع إلى أخته أماني وقال وهو يشير بيده إلى الجزيرة الحديدية: انظري انظري يا أماني، إن كل سكان هذه الجزيرة يعملون بهمة ونشاط. سكتت أماني قليلا وأخذت تنظر إلى أحد العمال وهو يتسلق الجزيرة الحديدية ويصعد إلى مكان مرتفع خطر فوق الماء ليقوم بلحم بعض الأنابيب. كان العامل يلبس في يده قفازا خاصا وعلى وجهه قناع يحميه من النار الشديدة أثناء العمل، وفي يده الجهاز الخاص بلحم الأنابيب. وعندما بدأ العمل وأخذ الشرر يتطاير حوله، قالت أماني: إنه يقوم بعمل خطير ويقف على حرف سلم رفيع، وإن اهتز السلم فإن العامل سيسقط في البحر. قال عقلة الإصبع: لا يا أماني، انظري إلى الحبل الذي يربطه العامل حول وسطه، إنه حبل الأمان، وطرفه الآخر مربوط في الجزيرة الحديدية، فإن اختل توازن العامل وسقط من السلم فإنه لا يسقط في البحر وإنما يتعلق في هذا الحبل. قالت أماني: ولكنه عمل خطير على كل حال. قال عقلة الإصبع: طبعا يا أماني، ولكن البترول ثروة كبيرة، إنه الذهب الأسود، وهو يستحق كل تعب ومجهود. وفجأة صرخت أماني عندما وقعت بعض الحوادث الخطيرة السريعة. اشتد الهواء فطار القناع الذي يحمي وجه العامل، وقفز العامل في الهواء ليمسك القناع فاختل توازنه وسقط من فوق السلم الرفيع، ولكنه لم يسقط في البحر وإنما بقي معلقا من وسطه في حبل الأمان. أخذ العامل يصيح وينادي زملائه فحضروا وأنقذوه، إنه عامل شجاع شجاع حقا. لقد أخذ قناعا آخر وطلع السلم مرة أخرى ليكمل لحم الأنابيب من غير خوف أو تردد. وبعد قليل نظر عقلة الإصبع إلى المطار الصغير الموجود في الجزيرة الحديدية، فرأى مراوح طائرة مروحية هيليوكوبتر تتحرك، فقال لأخته: انظري يا أماني، إن مراوح الطائرة بدأت تتحرك. قالت أماني: هذا يعني أن الطائرة ربما تطير بعد قليل، وهذه فرصة مدهشة يا عقلة الإصبع. قال عقلة الإصبع بدهشة: لماذا يا أماني؟ ما قصدك من هذا الكلام؟ قصدي إننا يمكن أن نركب هذه الطائرة لنرجع بها إلى بيتنا. قال عقلة الإصبع: ونترك هذه المغامرة الجميلة في أعماق البحار يا أماني؟ لقد رأينا كثيرا من العجائب والغرائب، ألا يكفي هذا؟ كلا، هذا لا يكفي، هناك عجائب أخرى نريد أن نراها. أرجوك يا أماني لا داعي لفكرة الرجوع الآن. ولكن يا عقلة الإصبع، لا تقولي لا يا أماني، أنا أخوك أرجوك، فما رأيك؟ انظر، لقد طارت الطائرة ولا فائدة من الكلام، فماذا تريد الآن؟ نغوص في الماء مرة أخرى لنكمل مغامرتنا العجيبة في أعماق البحار. وبعد سماعنا للأحداث، هيا نتعرف فقرة فقرة في الفصل ونضع أهم الأسئلة لإجابتها معا. ففي الفقرة الأولى يوضح أن أسامة سمع صياح أخته أماني وكأنها تحارب عدوا كبيرا، وحاول أن يتجه ناحية الصوت لإنقاذها وهو ينادي عليها، وهي أخبرته إنها موجودة تحت أنبوبة من الأنابيب السوداء الضخمة اللي كانت نزلت في المية من حواليه لو نفتكر في أحداث الفصل السابق، وطلبت منه إنه يساعدها في الخروج، بس ياخد باله لأن الأنابيب بتتحرك ببطء فيخلي باله عشان ما يتأذيش. وقالت له: أنا عارفة إنك شجاع بس برضو لازم تاخد بالك. قال لها: أنا شجاع بس مش متهور، أنا عارف إني لازم أفكر بعقلي كويس قبل ما أتصرف. وفعلا قدر إن هو يتصرف بحذر ويخرجها،
وهي شكرته وفرحوا جدا انهم لقوا بعض تاني وسلموا على بعض، وابتدى كل واحد فيهم يحكي للتاني اللي حصل له واللي شافه في الوقت اللي ما كانوش مع بعض فيه. فهنا ممكن يسألك سؤال ويقول أين وجد عقلة الإصبع أماني؟ جميل، وجدها محشورة تحت أنبوبة سوداء ضخمة. ممكن يسأل سؤال تاني، كيف أخرج عقلة الإصبع أخته من تحت الأنبوبة؟ أحسنتم، أخذ يدور حول المكان الذي فيه أماني ليعرف أفضل طريقة لإنقاذها، ثم تصرف بحذر وساعدها على الخروج من تحتها. ممكن يسأل برضو، بما نصحت أماني أخاها؟ نصحته بأن يحترس وهو يخرجها من تحت الأنبوبة لأنها تتحرك ببطء شديد. طيب تعالوا نشوف حكوا إيه لبعض بقى. وابتدى عقلة الإصبع يوصف لأماني المستعمرات المرجانية الجميلة اللي شافها أول ما وقع من على ظهر الحمامة وسقط في قاع البحر، وحكى لها برضو عن المعركة بين الحوت والأخطبوط، وحكى لها عن سمكة أبو سيف وسمكة أبو منشار والسمكة الكبيرة اللي ركب على ظهرها فترة طويلة. وهي بقى حكت له إنها أول ما وقعت من على ظهر الحمامة ابتدت الأمواج تحدفها المكان بعيد، وفضلت تغوص في البحر، وكل ما كانت تنزل في عمق أكتر كانت المية تزيد برودة لأنها بعدت عن الشمس وكان الضوء بيقل أكتر برضه. وإنها لما نزلت في الأعماق المظلمة دي شافت أشكال غريبة من الأسماك المضيئة، فشافت مثلا سمكة ترسل أمامها ضوءا كشافا ينير لها الطريق، وسمكة تانية في رأسها ضوء أحمر وفي ذيلها نور أزرق، وسمكة النور بيخرج من جسمها كله، وأسماك بتخرج أنوارا حمراء وصفراء وخضراء وبنفسجية، وأسماك تانية بتطفي نورها وتشعله زي ما هي عايزة. يبقى هنا ممكن إن هو يسألك سؤال، ماذا حكى عقلة الإصبع لأخته أماني؟ شطور، حكى لها عن المستعمرات المرجانية الجميلة وما فعله الحوت والأخطبوط وسمك أبو سيف وسمك أبو منشار والسمكة الكبيرة التي ركب على ظهرها بحثا عن أماني. طيب أماني بقى حكيت له إيه؟ تمام، حكيت له إزاي الأمواج قذفتها المكان بعيد، وإزاي لقت نفسها بتغوص في أعماق البحار، وإن كلما غاصت أكثر كلما زادت البرودة والظلام، وحكيت له كمان عن الأسماك المضيئة الغريبة اللي شافتها. ممكن بقى يسألك، طب اوصف الأسماك اللي رأتها أماني، هتقول له إيه؟ أحسنت، هناك أسماك ترسل أمامها ضوءا كشافا ينير لها الطريق، وأسماك تخرج من رأسها ضوءا أحمر ومن ذيلها ضوءا أزرق، وأسماك يخرج النور من جسمها كله، وأسماك تخرج أنوار حمراء وصفراء وخضراء وبنفسجية، وأسماك أخرى بتطفي وتشعل نورها زي ما هي عايزة ووقت ما تحب. بعد كده اتفقوا ان هم يطلعوا لسطح الماء عشان يعرفوا حكاية الألبيب السوداء دي والغواصين اللي نزلوا وراها. وما طلعوا شافوا حاجة غريبة جدا، شافوا جزيرة حديدية مصنوعة من الحديد في وسط المية، وفي نصها برج حديدي عالي جدا حواليه حجرات وأجهزة مختلفة وناس كتير كلهم بيشتغلوا بهمة ونشاط، وفي الجزيرة دي مطار صغير في طيارة هيليكوبتر، وجنبها في البحر في سفينة كبيرة واقف جنبها مراكب صغيرة. وسمعوا من الناس اللي في الجزيرة ان الأنابيب دي بيستخدموها في نقل البترول من الجزيرة الحديدية لخزانات موجودة على الشاطئ، وان الجزيرة الحديدية دي مبنية فوق بير كبير من أبار البترول اللي بيستخرج من قاع البحر. طيب نسأل سؤال هنا،
علامة اتفق عقلة الإصبع وأخته، ولماذا؟ شطور، اتفقا على الصعود إلى سطح الماء ليعرفا حكاية الأنابيب السوداء الضخمة والغواصين الذين نزلوا وراءها في قاع البحر. طيب، ما المنظر العجيب الذي رآه عقلة الإصبع وأخته عندما صعدا إلى سطح الماء؟ أو ممكن يقول لك صف الجزيرة الحديدية التي رآها عقلة الإصبع وأخته عند سطح الماء. هنقول رأيا جزيرة حديدية في وسط الماء، في وسطها برج حديدي عال، ومن حوله حجرات وأجهزة مختلفة، وناس يعملون بهمة ونشاط. وفي مكان من هذه الجزيرة مطار صغير فيه طائرة هليكوبتر، وترسو بجوار الجزيرة سفينة كبيرة وبعض المراكب الصغيرة. ممكن يسأل أهم سؤال بقى، فيما تستخدم الأنابيب السوداء الحديدية؟ برافو عليك، تستخدم في نقل البترول من الجزيرة الحديدية لخزانات على الشاطئ. وهم واقفين بيبصوا على الجزيرة بقى، شافوا أحد عمالها بيتسلق الجزيرة دي لمكان عالي جدا فوق المية عشان يلحم بعض الأنابيب. والعامل ده كان لابس قفازا في يديه وقناع على وجهه يحميه من نار اللحام الشديدة، وفي ايده جهاز خاص عشان يلحم بيه الأنابيب. فأماني قالت ان العامل ده شغله خطير جدا، خاصة انه واقف على حرف سلم رفيع، ولو السلم ده تهز ممكن العامل ده يقع في البحر. فعقلة الإصبع نبهها ان في حبل أمان ملفوف حول وسط العامل ده ومربوط بيه في الجزيرة الحديدية، فلو العامل وقع من على السلم مش هيقع في البحر، ده هيفضل متعلق في الحبل. فقالت له بص برضو ده عمل خطير جدا. قال لها أيوة فعلا، بس البترول يعتبر ثروة عظيمة، ده ملقب بالذهب الأسود من كتر أهميته وغلو ثمنه، وعشان كده فهو يستحق مجهود كبير جدا وتعب كمان. فجأة الهوى اشتد، فالقناع اللي على وجه العامل طار، حاول انه يمسكه أم توازنه اختل ووقع من على السلم، بس ما وقعش في البحر طبعا لانه كان مربوط في حبل الامان. وساعتها اماني صرخت اما اتخضت من اللي حصل، والعامل جمع قواه كده وابتدى ان هو ينادي على زمايله علشان يجوا ينقذوه، ورجع خد قناع تاني وكمل شغله من غير ولا يخاف ولا يقول انا مالي ولا حد غيري يكمل ده انا كنت هقع، لا كمل شغله عادي بمنتهى الجرأة. فهنا ممكن يسألك سؤال، لماذا صرخت اماني؟ جميل، صرخت عندما رأت عامل اللحام يختل توازنه ويسقط من فوق السلم الرفيع. طيب ماذا كان يرتدي هذا العامل؟ ولماذا؟ ليه كان لابس الحاجات دي؟ وماذا كان عمله أصلا؟ هو بيشتغل إيه؟ أحسنتم، كان يرتدي قفازا خاصا في يدي يمسك به جهازا خاصا بلحام الأنابيب، وكان يرتدي أيضا قناعا على وجهه يحميه من نار اللحام الشديدة، وكان رابط على وسطه حبل أمان مربوط من الطرف الآخر في الجزيرة الحديدية ليحميه من السقوط في البحر. أما عمله بقى كان إيه؟ إنه كان يقوم بلحم بعض أنابيب البترول السوداء الضخمة. بعد شوية شافوا الطيارة الهليكوبتر اللي في الجزيرة مراوحها بتتحرك، فأماني قالت إيه؟ بس ده معناه إن الطيارة هتطير، ودي فرصة جميلة جدا عشان نركبها ونرجع بيتنا. قال لها ايه ده ونسيب المغامرات الجميلة دي؟ قالت له احنا شفنا كتير حاجات غريبة وعجيبة كتيرة جدا، مش كفاية كده؟ قال لها لا، في عجايب تانية عايزين نشوفها، ارجوكي بلاش نرجع دلوقتي. جت تتكلم اما قاطعها وقال لها ما تقوليش لا بقى، خلينا نكمل. فوهم بيتكلموا وبيتشاوروا مع بعض الطيارة كانت طارت خلاص،
فأماني لما لقيتها خلاص طارت قالت له خلاص خلاص مفيش فايدة من الكلام، عايز ايه بقى دلوقتي؟ قال لها ننزل المية تاني ونكمل مغامراتنا. وفعلا نزلوا وهيشوفوا حاجات جديدة هنعرفها مع بعض في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. هنا بقى ممكن يسألك سؤال، ماذا اقترحت أماني عندما رأت المراوح تتحرك؟ جميل، اقترحت ركوب الطائرة والعودة إلى المنزل. طيب بيسألك بقى، هل وافق عقلة الإصبع على اقتراح أماني؟ ولماذا؟ سواء وافق أو لا، إيه سببه؟ طبعا هو ما وافقش، علشان كان حابب إنه يواصل مغامراته تاني في أعماق البحار ويشوف عجائب أكتر. طيب إيه الاقتراح اللي هما بقى استقروا عليه؟ استقر أن يغوص في الماء مرة أخرى لاستكمال المغامرة، لأن الطيارة كده كده طارت خلاص. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا فصول قصتنا في هذا الفصل الدراسي، مع أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق أسرة اللغة العربية مدارس الصرح الخاصة.